السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أيها الكرام الأحباب سنن منسية برنامج مبارك بركته لأننا نتكلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام برنامج برنامج كريم كرامته لأننا نحاول إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم المنسية عند أكثر الناس ورجاؤنا وأملنا ونحن نحاول أن نحيي سنن نبينا صلى الله عليه وسلم المنسية أن يثيبنا الله جل وعلا بأجر كل من طبقها إلى يوم القيامة وأن يرزقنا رفقة النبي في الفردوس الأعلى وأن يرضى ربنا جل وعلا عنا قبل ذلك وبعد ذلك سنن منسية ومعنى سنة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اياها من خلقه وادبه وبذله وعطائه وكرمه صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذه السنه بابي وامي صلى الله عليه وسلم التي عنونت لها بهذا العنوان احسنكم قضاء احسنكم قضاء انا اسالك من احسن الناس قضاء بلا شك هو النبي عليه الصلاه ازاي بقى اتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه يعني النبي كان واخد منه دين واخد منه حاجة سلف واخد منه أي حاجة فجاء هذا الرجل يتقاضاه بيطلب من النبي القضية خلي بالك في بعض الروايات أن هذا الرجل طلب ما له عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحل موعده خلي بالك دي يعني النبي لم يماطل لم يتأخر لا ده الأعرابي ده جاي رجل ده جاي يطلب من النبي عليه الصلاة المال اللي عند النبي قبل ما يحل الموعد المتفق عليه في بعض الروايات رجلا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له الراجل كلم النبي بشدة أنت عارف أنت بتكلم مين يا عم ده رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهم به اصحاب النبي عليه اول ما يعني شد على النبي فين الفلوس اللي عندك انت هتخلونا ولا ايه؟ مثلا مثال فالصحابه اتضايقوا وهموا به هيقوموا يضربوه ولا يزعقوه ولا يمنعوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه دعوه فان لصاحب الحق مقالا وانا بقول لك اما يجي واحد مخنوق ومتضايق وبيتكلم سيبه شويه يتكلم الكلام ده بيسر عنه شوية ما تخنقوش فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام اسمع بقى قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطوه سنا مثل سنه يعني مثلا كان واخد النبي عليه الصلاة والسلام منه مثلا لو قلنا شاه عندها ست شهور فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خلاص شوفوا له شاه ست شهور اديها له ما لقوش الا شاه حلوه وكبيره ومليانه لحمه عندها سنه وسنه ونص ولا حاجه فالنبي عليه الصلاه قال اعطوه سنا مثل سني قالوا يا رسول الله لا نجد الا افضل من سنه يعني آه واخد من واحد 100 جنيه ما فيش في جيبه الا 200 ادي له ال 200 واخد من واحد 200 آه ما فيش في جيبه الا مجمد 500 ادي له 500 كده فالنبي عليه الصلاه قالوا له يا رسول الله لا نجد سنا مثل سنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوه اللي هو السن الأحسن منه والحاجه الأحسن موجوده ديا اعطوه فان خيركم احسنكم قضاء هو ده العلماء اللي عملته احسنكم قضاء فمن السنه المنسيه اذا اخذت من واحد دينا الف مثلا هتردهم له ايه هتردهم له الف ما ينفعش ابدا يقول لك خد الف ورجع امي الف وفوقهم بوسه تبقى ربا ما ينفعش ابدا في الاول يشترط عليك لو انا اديتك 100000 ترجعهم لي 120000 هذا ربا قولا واحدا وكل قرض جر نفعا فهو ربا هذا الربا الذي حرمه الله وهو حرم الله ورسوله لكن حضرتك لما تجد تسد واحد ساب فلوس عندك كان ممكن يتاجر بيها وكان ممكن يسافر بيها وكان ممكن تكون معايا يعمل بيها حاجته تنازل عن هذا واقرضها لك كما كان كريما معك كن كريما معه زوده هو مستني الالف انت اديله الف ومتين طب ليه لا ده مش حقي لا ده هدية مني لك هذا اسمه حسن القضاء وخير من قاضى قاضى بحسن القضاء وحسن الاداء هو النبي عليه الصلاة والسلام النبي علمنا هذا هذه سنة اللي تأخذ منه بدون اشتراط مسبق رجع له بزيادة روح رجع له الفلوس في البيت اللي واخدهم منه ال1000 وخد معاها تورته وانت داخل خد معاها هديه وانت داخل خد معاها شويه كتب مكتبه وانت داخل خد معاها لعب لاولاده ده اسمه كل اكرام ده اسمه احسان القضاء قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوه فان خيركم احسنكم قضاء فمن السنه مرخص الكلام هو. فمن السنه لو اخذت دينا من اخيك وجاء وقت الاداء ان ترده وتزيد عليه أن ترده وتزيد عليه إكراما منك ده رقم واحد خليك أكرم يا أخي وشكرا له على اقراضه لك النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله حديث النعمان بن نعمان بن بشير في مسند أحمد وحسن الألباني من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بالنعمة شكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب أشكر هذا الذي بذل من ماله لأجل حاجتك كنت مزنوق وفك زنقتك مش مسألة ألف جنيه اديتها أنت كنت مزنوق كنت هتضيع كنت محتاج فأكرمك بإعطائك اكرمه أنت بقى وزيد على الإكرام مش ربنا قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها خليك كريم كما علمك النبي في هذه السنة المنسية اسمه إحسان القضاء أنا بقول لك أهو أنت خدت ألف بينك وبين نفسك بدون اتفاق رجعهم له فوق الألف بحاجة رجعهم لهم فوقهم إيديا أوصل أنت لبيته ما تستنهوش لما يقول لك هات كان ليا واحد أعرفه بيقول لي لما يجي واحد يستلف مني ألف أقول له طب بوس الأول قال له اعمل حاجة عشان ألف جنيه أبوس ايدك قال لي لما اجي اطلبهم هبوس رجلك لا لا احنا ما ينفعش كده النبي صلى الله عليه حسن القضاء وحسن الطلب رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى لو بينك وبينه اي قضيه خليه في سماحه واكرمه شكرا له على اقراضه لك بشرط الا يكون هناك اتفاق مسبق على ذلك من البدايه لا فلو حصل اتفاق مسبق من البدايه فهذا هو الربا المحرم فيا صاحب الحق اطلب حقك بادب وبخلق وبرفق وبلين ويا من تسمع صاحب الحق ارفق به واسمع له فان لصاحب الحق مقالا وإن جاءك فأكرمه وأعطه واشكر نعمة الله عليك إذ كان هذا الشخص سببا في إغاثتك بأن تزيده وأن تكرمه وأن توسع عليه وهذا هو اقتداؤك بنبيك صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبارك أعطوه فإن خيركم خير الناس يعني عند الله جل وعلا طبعا ولا شك ثم عند, عند الله جل وعلا ثم عند الناس فإن خيركم أحسنكم قضاء وفوا وأدوا وأكرموا واشكروا وأحسنوا تطبقوا بذلك سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أسأل الله جل وعلا أن يعيننا إياكم على الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا وإياكم سببا لإحياء سنته إنه لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله